بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية في هذه الفقرة ومن على موقع غيسير مافي، فمن نقول إنجاح حياتي أو من أجل إنجاح حياتي. إذن هذا الموقع يسمى بهذا الاسم غيسير مافي. إذن من هذا الموقع سنأخذ هذه الفقرة المتعلقة ب Comment améliorer son expression écrite. إذن كيفية تطوير son expression écrite، تعبيره الكتابي. المقصود ما هي الطريقة التي من خلالها نستطيع أن نطور من التعبير الكتابي لدينا. Vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit. أنتم لستم في راحة à l'écrit، يعني في الكتابة، عند الكتابة. Angoissé par la page blanche. Angoissé par la page blanche يعني أنك قلق بالصفحة البيضاء، يعني أن الصفحة البيضاء تجعلك تقلق. لماذا؟ لأنك لا تعرف بأي شيء ستبدأ. Vous peinez à rédiger rapport, lettre, devoir. Vous peinez. نتكلم على بين يعني المشقة أو الجهد. إذن هنا عندنا vous peinez المقصود أنك تجهد، المقصود أنك تلاقي ضيقا كما نقول. Vous peinez à rédiger يعني أنك تجهد في كتابة. في كتابة ماذا؟ رابور يعني تقارير، لاتر رسائل، دوفوار واجبات. يعني عندما تكون أمام تقارير، عندما تكون أمام رسائل تريد كتابتها، عندما تكون أمام واجبات تريد القيام بها كتابة، إذن فأنت تجهد. إذا كنت كذلك heureusement يعني كما نقول بشكل فرح، المقصود هنا لحسن الحظ. إذا كنت كذلك heureusement كما نقول بشكل فرح، المقصود هنا لحسن الحظ كما نقول. لي بروغري يعني كما نقول التطورات، المقصود تقدم. سون بوسيبل إذا نتكلم عن التطورات أنها ممكنة، المقصود أن التقدم ممكن. اي اتو نيفو وعلى كل مستويات. اي اتو نيفو ديتود وعلى كل مستويات دراسية أو دانسيرسيون بروفيسيونيل أو على مستويات الإدماج المهني. إذا كنت شخصا مثلا بصدد دراسات ولديك رسائل وتقارير وواجبات، heureusement les progrès sont possibles. إذا لحسن الحظ كما نقول التطورات أنها ممكنة، المقصود أن التقدم ممكن. et à tout niveau d'études وعلى كل مستويات الدراسية أو d'insertion professionnelle أو على مستوى الإدماج المهني. إذا نتكلم هنا عن التقارير وهذه الرسائل وهذه الواجبات، سواء كانت على مستوى الدراسة أو على مستوى الإدماج المهني، إذا فالتقدم ممكن على أن تطور نفسك لتكون هذه الأمور سهلة، سواء كنت دارسا أو كنت شخصا في مهنة. أوتور إي جورناليست غيسير مافي، إذا نتكلم عن كاتب وصحفي بإنجاح حياتي، نتكلم عن الموقع الذي نأخذ منه هذا النص. إذن أوتور إي جورناليست غيسير مافي، إذا نتكلم عن كاتب وصحفي بموقع غيسير مافي. إنجاح حياتي أو من أجل إنجاح حياتي الذي ذكرنا سابقا والذي نأخذ منه هذا النص. إذا من يكون هذا الكاتب وهذا الصحفي؟ ميشيل لونغور. إذا نتكلم عن هذا الشخص، بيبلي أن جيد براتيك. إذا هذا الشخص الصحفي والكاتب على مستوى الموقع بيبلي، نتكلم عن لوفير بيبلي يعني نشر. إذا ميشيل لونغور بيبلي، ميشيل لونغور أنه ينشر. ميشيل لونغور بيبلي أن جيد براتيك، إذا ميشيل لونغور أنه ينشر دليلا عمليا وتطبيقيا. ميشيل لونغور بيبلي أن جيد براتيك، يعني نتكلم عن ميشيل لونغور أنه ينشر دليلا عمليا وتطبيقيا. pour tous لكل الذين، pour tous لكل الذين qui veulent améliorer leur expression écrite. ميشيل لونغور بيبلي أن جيد براتيك pour tous qui veulent améliorer leur expression écrite. ميشيل لونغور ينشر أن جيد براتيك دليلا تطبيقيا أو عمليا. pour tous qui veulent لكل أولئك الذين يريدون améliorer leur expression écrite تطوير
تعبيرهم الكتابي لكل أولئك الذين يريدون تطوير تعبيرهم الكتابي. سي بروميي كونساي. إذن أول نصائحه فعلا كما لاحظت بأن هذا الموضوع حقيقة يتضمن مجموعة من النقاط المهمة من أجل تحسين التعبير الكتابي، لأنه يتضمن خطوات عملية حقيقة يمكن لكل شخص أن يمارسها، يمكن لكل شخص أنه يقوم بها. كل شخص يطمح إلى تطوير تعبيره الكتابي يمكنه البدء بهذه الخطوات. إذن ميشيل لونغور: Tout le monde n'a sans doute pas le talent d'un écrivain. Tout le monde. إذن نتكلم عن كل العالم، المقصود كل الناس. Tout le monde n'a sans doute pas، يعني ليس لهم، نتكلم عن كل العالم ليس لهم، المقصود بأن كل الناس ليس لهم. Tout le monde n'a sans doute pas، كل العالم ليس له دون شك. Sans doute يعني دون شك. Tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas. إذا نتكلم عن كل العالم ليس له. ثم عندنا Tout le monde n'a sans doute pas، يعني أن كل العالم ليس له دون شك. المقصود هنا أن كل الناس ليس لهم دون شك لو طالون دان اكريفان. لو طالون دان اكريفان يعني موهبة كاتب. إذن أكيد أن الكاتب سيكون مميزا في كتابته عن بقية الأشخاص. لماذا؟ لأن الكاتب هذه مهنته، الكاتب مهنته الكتابة. إذن أكيد فهو سيكون بارع في الكتابة وستكون موهبته أكبر في الكتابة على عكس الأشخاص العاديين. Mais chacun de nous peut parvenir à écrire de façon correcte pour les besoins de sa vie étudiante ou professionnelle. Mais chacun de nous peut parvenir à écrire de façon correcte pour les besoins de la vie étudiante ou professionnelle. ولكن كل واحد منا، mais chacun de nous، ولكن كل واحد منا peut parvenir، يمكن أن يصل ويبلغ وينجح، à écrire في كتابة de façon correcte، بطريقة صحيحة. pour les besoins، يمكن أن ينجح في الكتابة بطريقة صحيحة. pour les besoins، من أجل الاحتياجات، من أجل الاحتياجات de sa vie étudiante، لحياته الدراسية. au professionnel، المقصود به هنا au sa vie professionnel، أو لحياته المهنية. إذن كل شخص منا يستطيع أن يبلغ إلى الكتابة بشكل صحيح من أجل احتياجاته الدراسية أو من أجل حاجياته المهنية. passer le temps de l'école ou les cours de français paraissent souvent inutiles. إذن كما نقول إمضاء الوقت بالمدرسة ou les cours de français، حيث دروس الفرنسية، paraissent souvent inutiles، تبدو غالبا غير مجدية غير نافعة. on se rend vite compte، يعني أننا ندرك بسرعة، يعني أننا ندرك بسرعة. se rendre compte يعني أنك تدرك. on se rend vite compte يعني أننا ندرك بسرعة. qu'il faut sans cesse écrire، بأنه يجب أن نكتب دون توقف. qu'il faut sans cesse écrire، sans cesse بدون توقف. ندرك ماذا؟ qu'il faut sans cesse écrire، بأنه يجب أن نكتب بدون توقف. عندنا هنا qu'il faut écrire، بأنه يجب أن نكتب. إذن passer le temps de l'école ou les cours de français paraissent souvent inutiles، on se rend vite compte qu'il faut sans cesse écrire. إذن passer le temps de l'école، إمضاء الوقت بالمدرسة، ou les cours de français paraissent souvent inutiles، حيث دروس الفرنسية paraissent يعني أن تبدو وتظهر، عندنا لو فيرب paraître هنا، souvent غالبا inutile غير نافعة. إذن إمضاء الوقت بالمدرسة ou les cours de français paraissent souvent inutiles، حيث دروس فرنسية تبدو غالبا غير نافعة وغير مجدية. on se rend vite compte يعني أننا ندرك بسرعة. qu'il faut sans cesse écrire يعني أنه يجب أن نكتب دون توقف. des mails، نكتب رسائل. des lettres de motivation. إذا نكتب رسائل التحفيز. des rapports de stage، نتكلم عن تقارير التدريب. des comptes rendus de réunion. des rapports de stage، نتكلم عن تقارير التدريب. des comptes rendus de réunion،
إذا نتكلم عن تقارير الاجتماعات دي ميموار. إذا كملوا نتكلم عن ذاكرات أو ذكريات. طبعا كلمة ميموار تعني الذاكرة، تعني الذكرى، تعني التذكر. وأيضا كلمة ميموار تعني المذكرة، كلمة ميموار تعني أيضا المذكرة. نقول مثلا على ميموار دو، المقصود بها في ذكرى كذا، اون لونور دو. كما نقول في شرف كذا. عندما نتذكر ذكرى ما نقوم ببعض الطقوس، مثلا احتفالا بذكرى ما وكأننا نشرفها، نقول على ميموار دو، إذا في ذكرى كذا. إذا المقصود به هنا اون لونور دو، اون لونور دو. نقول مثلا أيضا بور ميموار، المقصود به للتذكير أو على سبيل التذكير أو التذكار. إذا نقول بور ميموار، بور ميموار، فقط من أجل التذكير. إذا كما ذكرنا الآن بأن ليس كل الناس لهم قدرات الكاتب الذي من طبيعته الكتابة، ولكن يمكن للأشخاص عادة سواء في دراستهم أو على مستوى المهنة أنهم يكتبون بشكل صحيح. كلنا ينظر للساعات دراسة اللغة الفرنسية غير كافية من أجل تطوير قدراتي الكتابية. في الغالب نجد أنفسنا بأننا في حاجة إلى الكتابة بشكل دون توقف. نكتب رسائل تحفيز، نكتب تقارير دي ميموار، المقصود بها ما يتذكر الشخص من الأشياء الموجزة، من الأشياء الموجزة. طبعا عادة كلما تذكر الشخص شيئا هو يكتبه ويسجله، وفي الآخر تكون عنده مجموعة من المعلومات يمكن أن يبني عليه موضوعا. إذن هنا كما ذكرنا بأن كل الناس ليست لهم قدرات الكاتب، لكن عموما يمكن للشخص أنه يطور قدراته على مستوى الدراسة أو على مستوى المهنة. أيضا جلنا ينظر للساعات التي يمضيها في الدراسة، في دراسة اللغة الفرنسية، بأن غير كافية من أجل تطوير قدراته الكتابية. كلنا يريد أن يكتب بدون توقف رسائل تحفيز ثم تقارير إلى آخره من أنواع الكتابات. إذن فيبدأ كل منا في البحث عن وسيلة ما، طريقة ما، من أجل تطوير قدراته الكتابية. إذن هنا الكاتب سيحملنا إلى اتجاه آخر. كما نقول ومع ذلك il est possible de progresser concrètement assez vite، إذن هو ممكن التطور concrètement، حقيقة. كما نقول بشكل ملموس، نقول عن شيء بأنه concrète في المؤنث concrète، يعني أنه ملموس أو ملموسة بشكل حقيقي، نتكلم عن شيء حقيقي وملموس. إذن il est possible، ومع ذلك أنه ممكن de progresser، التطور، هو ممكن التطور، هو ممكن أن يتطور الإنسان concrètement assez vite، بشكل ملموس assez vite وبسرعة كبيرة. J'explique dans mon guide que l'on peut d'abord avoir certains blocages. J'explique يعني أنا أشرح، المقصود أنني شرحت dans mon guide في دليلي. إذن هو هذا الشخص كتب دليل من أجل أن يطور الشخص من قدراته الكتابية. إذن ولكنه هو شرح ماذا؟ j'explique dans mon guide، انا شرحت في دليلي que l'on peut، بانه يمكننا، que l'on peut، يمكننا d'abord، قبل هذا avoir certains blocages، ان يكون عندنا بعض العوائق. اذا j'explique dans mon guide que l'on peut d'abord avoir certains blocages، انا اشرح في دليلي que l'on peut، بانه يمكننا d'abord avoir certains blocages، انا اشرح في دليلي بأنه قبل هذا يمكن أن يكون عندنا بعض العوائق. être angoissé par la page blanche، يعني أن تكون قلقا من خلال الصفحة البيضاء. être angoissé، أن تكون قلقا par la page blanche، بالصفحة البيضاء، المقصود هنا القلق من الصفحة البيضاء. إن الإنسان عندما يكون أمام صفحة بيضاء فهو يقلق ويحس بضيق. لماذا؟ لأنه لا يدري بماذا سيبدأ وماذا سيكتب. ne pas avoir d'idée وعدم امتلاك أفكار. ne pas avoir d'idée، عدم امتلاك أفكار. الإنسان عندما يريد أن يكتب هو يحس بأنه ليس له أفكار. ne pas arriver à être clair،
بأنك لا تصل أن تكون واضحا. الإنسان تبان له بأنه غير واضح أشنو باغي يدير أشنو باغي يعمل. ne pas arriver à être clair. ne pas arriver يعني أنك لا تصل à être clair أن تكون واضحا. يعني الإنسان تبغي يكتب ولكن ما تعرفش أشنو خاصو يكتب بشكل واضح. وعدم وضوح الرؤية طبعا هو من العوائق. الإنسان عندما لا تكون له رؤية واضحة أكيد أنه لن يكون محددا في أهدافه. أيضا certains ont des blocages d'origine psychologique. certains ont des blocages d'origine psychologique. certains ont des blocages d'origine psychologique. إذا البعض عنده عوائق من أصل نفسي. البعض لديه عوائق من أصل نفسي، يعني أن الأصل ديال هاد العوائق هو فقط نفسي. يعني أن البعض عندهم عوائق دوريجين سيكولوجيك، يعني أنها من أصل نفسي، أصلها عوامل نفسية. الإنسان يقول في نفسه هذا الأمر بعيد المنال، فهو يعيق نفسه على القيام بهذا العمل. بعضنا يقول في نفسه بأن هذا الأمر بعيد المنال وبأنه لن يستطيع القيام بهذا العمل، وبأن الأشخاص الآخرين يمتلكون مثلا قدرات وإمكانيات ليست له. طبعا هذا عائق نفسي. إذا التفكير بالطريقة تجعل الشخص يضع أمامه عراقيل كبيرة. certains ont des blocages d'origine psychologique. إذا البعض عنده عوائق d'origine psychologique، يعني أن من أصول نفسية. on leur a dit un jour qu'il était mauvais à l'écrit. on leur a dit، يعني أنهم قيل لهم. on leur a dit، يعني أنهم قيل لهم un jour، يوما ما، qu'il était mauvais à l'écrit، بأنهم سيئون في الكتابة. et ils ont perdu confiance en eux، يعني أنهم فقدوا الثقة فيهم المقصود في أنفسهم. نتكلم عن أشخاص فقط قيل لهم بأن كتابتهم سيئة. ils ont perdu confiance، وبأنهم فقدوا الثقة. نتكلم عن الverb perdre، يعني أنك تفقد شيئا. perdre يعني أنك تفقد شيئا أو أنك تخسر شيئا. ils ont perdu confiance يعني أنهم فقدوا الثقة، خسروا الثقة. فيهم المقصود في أنفسهم. وبسبب هذه الكلمات التي سمعوها يعني تكونت عندهم عقدة نفسية، يعني حالة بينهم وبين تطوير أنفسهم. يجب أن نعي هذه الأمور. وبالنسبة للأشخاص المتعلمين يجب أن لا ينساقوا وراء هذه العوامل. طبعا على الآباء أيضا أن ينبهوا أبناءهم لهذه الأمور، وأن تكون لهم شجاعة على تحدي هذه العراقيل. نستكمل في الفقرة القادمة إن شاء الله مع هذا الموضوع الذي يتضمن حقيقة مجموعة من النقاط المهمة، والتي نتمنى أن تكون مفيدة من أجل تطوير القدرات الكتابية. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.